والسلام عليكم، كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ عساكم بخير وبصحة وسلامة. يا مرحبا بكم في فلوج جديد. اليوم انا في مدينة يونشوبينغ الساحلية، مدينة جميلة جدا بغيت استكشفها. وفي شيء امس شفته في النت، 10 اماكن او بعض الاماكن السياحية المجانية تقدر تزورها وتسوي نشاطات مختلفة، كلها مجانية لان البلدية تسوي نشاطات، هذه النشاطات في الصيف يعني، وعشان السياح يجون لهم ولا شيء، ما ادري يعني ليش يسوونها ببلاش. فبغيت استكشف هالاماكن المجانيه، فخلكم ويانا ان شاء الله يكون فلوق ممتع. لا تنسوا تعطونا اللايك من البدايه يعني، والتعليقات تتفاعلوا وياها، وخلنا نبدا الفلوق. ها على وين يعني؟ كيفه؟ على الاماكن المجانيه اليوم. الاماكن المجانيه اليوم سياحه ببلاش باذن الله الواحد الاحد. ايه طبعا اكتشفنا ان اكثر الاماكن اتسكرت في الوقت الحين الساعة 5 العصر، فما عندنا الا في قارب هني، وفي جولة سياحية بالقارب يعني ياخذونك على حوالي المدينة ويعرفونك على المدينة، فنشوف اذا موجود، فنشوف اذا نقدر نطلع القارب. بعد في هواء وفي جو شوي برودة خفيفة يعني، ان شاء الله نقدر نسوي بعض النشاطات. ما ادري اذا بنسبح، نسبح ولا كيف؟ وين نسبح؟ شباب متولسين اكثر طبعا وياي ويا عيال بنت عمتي. مقعد علينا مانو صادق بهي تدي صادق صادق يسلموني. شو السالفه يا ابو؟ يكون مع الفلوق يتحروني بشور ولا شو؟ طبعا مثل ما قلت لكم، يون شوبينغ مدينه ساحليه. هذه المدينة شوفوا يعني على الساحل على البحيرة، مدينة جميلة جدا صراحة. هذه البحيرة هناك القارب، بنجدف شوي اليوم. طبعا هذا المكان تنظمه البلدية، البلدية في المدينة هذه كل شيء مجاني، تاخذ لك القارب وتجدف على كيف كيفك متى ما تبغى. هذا النشاطات خلال الصيف يعني، اليوم قمنا بنشوف. طبعا هم في نفس الوقت يوفرون وظائف للشباب يعني، طلاب المدارس يقعدون هناك يشتغلون، ففيها فائدة للكل يعني، الناس تستفيد، تسوي نشاطات مختلفة، والشباب يحصلون وظائف في الصيف بدل ما يقعدون في البيت. هذه بنطلعها ولا كيف؟ شو رايك؟ انت هذا فيها مخاطرة نقع في الماء ولا؟ دائما 100% والله. هنا التجهيزات، التكنولوجيا تجهيزات السلامة. وشكتم با كوست لي هير اسو اي اندر تيد جراتيس يو بيت تريتي ناي فيرت الاوتا فيرت الاوتا من يومينر اي اندر اورت دي بورا اندر سومر انش دي ديفيسيت اندر اورت دي كوستا بين. اها اهلا من ما نقول اندرا ستيلا يترو دي كوستا ميكا. اه دي كوستا ميكا 300 كاش فيلم. وبدينا جولتنا السياحية الجميلة. انا بصراحة ما راح اجدف، وقلت له القوانين هذه من الاول اخوي. هذا وياي بحطه هني، نحن 3 طبعا، وهناك الباقيين بيطلعون. طبعا بحيرة كبيرة، والله الأجواء جميلة والله. بس إذا صعبت عليك خبرني زين. يا أبوي أنا محترف يا أبوي، كأنك ناسي إنه أبا. والله منظر جميل صراحة. فضلك يا سعيدة. اليوم انا جاي اصور الفلوج ولا يهمني اي شيء ثاني، اخوي هو اللي بيسوي الشغل كله، واستمتع بالمنظر، منظر المدينة الحلو. نبغى نقعد الولد في النص، فيها مخاطرة بس خلونا نشوف ان شاء الله ما يوقع فينا. ايوه موسى موسى موسى
فلوس اقول لك نجونا فهمت تبغى خليه يجي ايوه بيقعد بيقعد وراك انت انت وراك اي 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 طبعا هالمنطقه كلها مبنيه جديده صح ايه شكل المباني كلها جديده هذه كلها جديده ما كانت موجوده من 5 سنوات والله والله وفي مقاهي وفي هذا السنتر من الجديد هذا 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 السنتر حق المدينه ها ايه الجديد بدل السنتر مال المحطه والله جميل جدا صراحه على الساحل على البحر يعني ومسوين نشاطات كلها ببلاش اذا إذا ما تكون الصيف درجة الحرارة 30 ما تلاقي مكان تقعد فيه. إيه والله المقاهي. والله الصراحة الواحد يبغى يقعد في القارب هذا ولا يقوم ولا يطلع منه حتى. أجواء أكثر من رائعة. أبدل وياك؟ خلني أجرب. خلني أجرب. جيب. هو عندك. جيب عندي. خذ. إيه. يلا. قاعد تمشي قدام الحين لا تشري قدام ايه العكس الحين ايوه اوه اذا بغير الاتجاه بروح الجهة ثانية صح؟ ايوه يلا بسم الله والله هذا تمرين يد يعني اكتاف يد ظهر والله صراحة شيء متعب تسخن يعني تسخن احسن شيء بس انت بشوف وين رايحين احنا لازم نبعد من الحجاره لازم نكون دائما في النص في النص صح بعدين بناخذ قارب سياحي ثاني هذاك القارب ياخذنا في سياحه للمدينه هذا هو القارب اللي هناك لازم اغير اتجاه على الصخور قلت لي سبحت في الماي هذه ها ايه شوف 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 والله حاره انا عندي قانون ايه اذا بسبح في والله حارة ايه شو اقول لك شو قاعد اقول لك انا تفكرون في اللي افكر فيه ها نقدر نسبح يلا اوبا بس تعرف عندي قانون انا عامة يعني اذا بسبح في السويد لازم درجة حرارة تكون اقل شيء 27 مثلك اليوم كم درجة حرارة 17 مثلك يا اخوي والله مثلك بس الماي دافئ كيف تتعلم لانه كم يوم اسبوع كامل حراره نازل والله جميل بس المشكله اذا دخلنا وطلعنا بنبرد ايه برد هاي المشكله الجو بارد اليوم سبحان الله الجو يتغير بطريقه غريبه في السويد يعني قبل يومين 30 اليوم فجاه 17 وفي هواء بارد الحين نطلع القارب السياحي ياخذنا جولة في البحيرة هذه كلها ومعالم المدينة وكل شيء. طبعا في شباب هنا بيعطونا شوية جولة سياحية على المنطقة على حوالي البحيرة. Var vänliga och sitt ner under hela resan så ska skepparen göra så gott han kan för att vi ska få en trivsam tur. ما ادري اذا ينسمع صوتي بس خلوني اخذ لكم جوله بسيطه في القارب المتواضع هذا طبعا هناك الناس تقعد هنا وهناك اثنين شباب يتكلمون ويعطونك الجوله السياحيه يخبرون لكم معلومات عن المنطقه بس القبطان وراء ومساعده وهذا القارب الخشبي المتواضع طبعا خلنا نقول الحمد لله لان جوله سياحيه ببلاش نحن ليش نتشرف خربوا الميكروفون حق الشباب ما عاد نسمعهم وخلني اقرب شويه خربوا الميكروفون مساكين يتكلمون بروحهم ولا احد يسمعهم الجو صارت ممله ولا ان شاء الله يتكلم حرام انا تعلمت اشياء جديده يعني. والله والله تعلمت اشياء جديده انتوا بتكلموه وراء خلاص انا كنت موجود هنا
خلاص خرب ميكروفون الشباب، فقمنا نتعرف عليهم نسولف يا الشباب. شباب كويسين يعني، هذا شغل صيفي. قربنا من المكان، اخذنا جولة كاملة على البحيرة، يخبرونا عن المعالم السياحية والاماكن العامة واماكن الحكومية. يعني اي واحد جديد في المدينة هذه او قريب من المدينة هذه صراحة انا انصحه يجرب الجولة السياحية هذه، ما تكلفك اي شيء، مجانية. خلصت الجولة، وصلنا صفقة للشباب، صفقة للشباب. جولة سياحية جميلة الصراحة. جوعتنا النشاطات المجانية هذه. جينا على مطعم ماكس، حيث جودة الطعام أفضل، طبعا أغلى شوية. إن شاء الله يكون عجبكم الفلوغ هذا يا جماعة. حاولنا نسوي نشاطات ممتعة اليوم، نعرفكم شوية على مدينة يون شوبينج. لا تنسون تضغطون لايك، تشتركون في القناة، تتفاعلون شوية في التعليقات، خبروني شو رأيكم في الفلوغات. نوعدكم في فلوقات ممتعة في المستقبل إن شاء الله. كان معاكم ناجح، والسلام عليكم.